مشاهدينا اهلا بكم نحييكم في دوله تبنى في هذه الحلقه نزور وزاره الاقتصاد الوطني للتعرف على دورها في خدمه المواطن الفلسطيني خدمه التاجر الفلسطيني والمنتج الفلسطيني وسعيها للتميز في هذا الاداء اهلا بكم مشاهدينا في البدايه نلتقي بمعالي الاستاذ ماهر المصري رئيس مجلس اداره البنك الاسلامي الفلسطيني والوزير السابق في وزاره الاقتصاد. معاليك يعني بدنا نتعرف من خلالك على نشاه وزاره الاقتصاد، كيف بداتم بهذه كيف شكلتموها؟ ما ما هو الجسم اللي بداتم به باداره الاقتصاد في فلسطين؟ أول وزير اقتصاد فلسطيني كان الأخ أبو علاء أحمد قريع في أول حكومة فلسطينية شكلها الأخ الشهيد أبو عمار وأنا كنت الثاني جيت وزير بسنة ستة وتسعين بعد انتخابات المجلس التشريعي وكنت صرت عضو في المجلس التشريعي وكلفت بهذه المهمة أخ أبو علاء كان عنده وزاره الاقتصاد مكوناتها كانت التجاره والاقتصاد والصناعه ايضا وجزئيا التموين لانه ما كانش في تموين بهذاك الوقت. نعم. لما استلمت انا الوزاره كان الاخ ابو عمار قرر بانه يعمل وزاره صناعه منفصله، وزاره اقتصاد وتجاره منفصله، ووزاره تموين منفصله. نعم. وبالتالي انا كنت وزير الاقتصاد والتجاره سنه 96 استمر هذا الحال عدة سنوات حوالي خمس ست سنوات الآن كانت مهمتي الرئيسية بهداك الوقت هي أولا تجميع الوزارة في مكان واحد خصوصا أنه بعد الفصل ما بين الصناعة والتجارة والتموين كان لابد من إعادة هيكلة الوزارة فأخذنا أخذنا وقت حتى تجمعنا في مكان واحد لأنه كانت وزارة في حوالي ثلاث بنايات منفصلات لا. جمعناهم في بناية واحدة ثانيا كان في عندنا شيء مهم جدا وهو التركيز على القوانين لانه لم تكن هنالك قوانين الاخ الرئيس حين ذاك اصدر امر باستخدام القوانين الاردنيه السارية المفعول قبل ال 67 فكان في عندنا مهمه جد مهمه رئيسيه انه نعمل على القوانين الاقتصاديه والتجاريه لكي نسد الفراغ في في هذا الموضوع ثم لاحقا كان لابد من التعامل مع قضيه الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حيث تنميه قدراته فنحن عملنا بجد على اساس انشاء مؤسسات للقطاع الخاص تمثيليه لا. وكان من اولها مؤسسه بالتريد اللي تساعدنا فيها من منظمات دوليه وعلى راسها اليو اس ايد واشتغلنا عليها وسلمناها للقطاع الخاص ثم في نفس الوقت كانت وزاره الصناعه عم تعمل على موضوع اتحاد الصناعات ايضا فكانت الجهود هي متكاتفه مشان هذا الموضوع ومن اجل تقويه القطاع الخاص ايضا عملنا على موضوع الفك التدريجي مع الاعتماد على المستورد الاسرائيلي وبالتالي عملنا على وضع قانون الوكالات وأصدرنا أصدرنا تعليمات لكل المؤسسات والقطاعات الخاصة الدولية بأنه نحن منطقة مختلفة عن إسرائيل وبالتالي طلبنا منهم إعطاء الوكالات مباشرة للمستورد الفلسطيني وليس عبر المستورد الإسرائيلي وهذا خفف كثير من اعتمادنا على المستورد الإسرائيلي وأيضا رفع من قيمة من قيمة الجمارك والواردات الفلسطينية للخزينة. هذه كانت المرحلة الأولى، المرحلة الثانية كانت في التعامل مع مؤسسات دولية لتنمية قدرات القطاع الخاص وبنيته التحتية والتدريب تبعه، وهنا أيضاً كانت منظمات أمريكية وأوروبية ساعدتنا بشكل كبير جدا وأيضاً اشتغلنا على موضوع الاتفاقات الدولية وكان أولها اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية ونجحنا فيها وعملنا خلال هذه الفترة على اعاده النظر في القوانين المعمول بها من اجل ان تكون متوائمه مع متطلبات الاتحاد الاوروبي وايضا كانت هنالك دول اخرى عملنا معها اتفاقيات مماثله إن تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني هي رسالة وزارة الاقتصاد الوطني من خلال تشكيل إطار تنموي للقطاع الخاص ليدعم ويساهم في إحداث طفرة اقتصادية تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته من خلال رسم سياسة اقتصادية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وتهدف الاستراتيجيه التي وضعتها الوزاره الى تقديم خدمات مميزه للقطاع الخاص وتوفير خدمات متعلقه بدعم الصناعه وتسهيل التجاره وحمايه المستهلك وتطبيق التشريعات والقوانين الاقتصاديه ومن صلاحيات الوزاره رسم السياسات الاقتصاديه وتسجيل الشركات والسجل التجاري والوكالات التجاريه والملكيه الصناعيه وترخيص المنشات الصناعيه واصدار رخص الاستيراد ورخص اعاده التصدير والرقابه والتفتيش على المواد الاستهلاكيه ومراقبه الاسعار وفحص العينات الغذائيه والكيميائيه ولتحقيق هذا كله فقد قامت الوزاره بتنفيذ برامج ومشاريع وخطط منها التركيز على البيئه الماديه ومشاريع البنى التحتيه من خلال انشاء المناطق الصناعيه وتعديل قانون تشجيع الاستثمار وتشجيع الشراكه مع القطاع الخاص وتنظيم الاقتصاد الوطني الداخلي وتعزيز صموده والعمل على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام الى مجموعه من المنظمات الدوليه في مقدمتها منظمه التجاره العالميه بالرغم من ان وزاره الاقتصاد الوطني تقوم بجهد مشكور في ظل المتاح حاليا وظروف الحاليه الا ان هناك الحاجه للمزيد من ربما يعني العمل على سن اللوائح الجزائيه تحديدا في نجد ان اللوائح الجزائيه ربما قد لا تكون رادعه بالشكل الكافي خصوصا لمرتكبي الجرائم الاقتصاديه، لذلك هناك حاجه لسن الانظمه والقوانين واللوائح الجزائيه الرادعه، هناك حاجه للانتقال من المواصفات والمقاييس الاسترشاديه الى اصدار تعليمات فنيه الزاميه ملزمه. للمنتج المحلي والمستورد كذلك هناك حاجه الي تطوير اداء الوزاره ربما في الاسعار الاسترشاديه حتى الان نحن استفدنا من التجربه الاخيره في موضوع ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء لم يكن هناك سعر استرشادي غير ملزم بل كان في الاونه الاخيره السعر سقف سعري ملزم من خرج على هذا السعر تعرض للمسائله القانونيه لذلك نحن نعيش ظروف استثنائيه وبحاجه الى قوانين استثنائيه كذلك يعني في ظل الظروف الحاليه انا ارى انها تقوم بعمل مشكور وجهد جبار خصوصا ان اذا نظرنا الى الوضع العام هناك رقابه بالقدر المستطاع على حركه السلع مع وزاره الزراعه في طواقم الرقابه على حركه السلع وكذلك مع الضابطه الجمركيه كما ذكرت نحن في ظل يعني ظروف حاليه معطيات ومعينه في ظل عدم سيطره على المعابر هناك ربما يكون الحاجه الى مزيد من الطواقم ومزيد من الدعم اللوجستي لتحسين اداء الطواقم في كلتا الوزارتين. مشاهدينا ونلتقي بالسيد خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجاريه الصناعيه. استاذ خليل يعني احنا في الحديث عن وزاره الاقتصاد الوطني، دور هذه الوزاره، يعني انتم اصحاب العلاقه المباشره مع هذه الوزاره. حدثنا يعني في التاريخ التعامل مع الوزاره، انتم كصناعيين، كتجار، كغرف تجاريه، كيف هي العلاقه مع الوزاره؟ يعني بدايه اهلا وسهلا واحنا يعني دائما نسعى ان تكون مؤسسات الدوله الفلسطينيه هي بافضل الحال. وهذا هدف رئيسي للمواطن الفلسطيني وانا يعني باعتقادي يعني هي جزء رئيسي من المهمه التي يجب ان نصل اليها ان شاء الله ان تكون المؤسسه الفلسطينيه ان تعطي دورها على اكمل وجه حتى نتمكن ان شاء الله من من بالنهوض بهذه المؤسسات وايضا الاقلاع باتجاه يعني اقامه الدوله الفلسطينيه، انا يعني باعتقادي وزاره الاقتصاد الوطني يعني على مراحل يعني منذ البدايات من سنه اظن يعني 95 حتى الان شهدت هناك يعني ارتفاعات في في حاله تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني من خلال يعني اول شيء العمل باتجاه تمكين المنتج الوطني من خلال دعم الصناعه الوطنيه الفلسطينيه وايضا من خلال يعني بناء خلينا نقول قدره على التجاره مع الخارج للتاجر الفلسطيني لانه الكل يدرك تماما انه جاءت السلطه الوطنيه الفلسطينيه وان شاء الله التي ستكون الدوله الفلسطينيه على حاله الاقتصاد الوطني الفلسطيني باعتقادي كانت حاله مترهله جدا وهذا نتيجه وجود الاحتلال وهذا ما كان يعني يصبو اليه الاحتلال عملت يعني على اعاده ترتيب الاوراق من خلال ايجاد ايجاد وكالات فلسطينيه مباشره لمستوردين فلسطينيين وهذا ما ما كنا نصبو اليه ان يكون الفلسطيني ليس مسوقا لبضائع اسرائيليه وليس سمسارا للتاجر الاسرائيلي بل بالعكس يكون تاجرا حقيقيا يكون مستوردا وكيلا ايضا عملت على حاله يعني ضبط السوق بهذا الاتجاه وبصدق كان لها دور من خلال ايجاد يعني وكالات او تسجيل الوكالات الرسميه يعني التي تم الحصول عليها وتشجيع المواطن الفلسطيني للحصول على وكاله بشكل اكبر حتى نتمكن يعني بالرقي والنهوض بالوضع التجاري الفلسطيني بخصوص الصناعه انا حتى الان لا الدائره لم تصل يعني كما نريد يجب ان تكون الامور بشكل افضل دائما ننادي لمقاطعه بضائع الاحتلال دائما ننادي الى وجود اقتصاد وطني فبالتالي يجب ان يكون هناك ايضا صناعه وطنيه لانه دون صناعه وطنيه دون وجود مصانع وطنيه فلسطينيه انا باعتقادي لن يكون هناك اقتصاد وطني حقيقي فيجب ان نعمل على تمكين المنتج الوطني الفلسطيني يعني عمليا احنا تربطنا علاقه مهنيه وعلاقه تشاركيه مع وزاره الاقتصاد الوطني بحكم القانون انه جمعيه حمايه المستهلك يجب ان تكون علاقتها المباشره مع وزاره الاقتصاد اللي هي صاحبه الاختصاص في ضبط السوق وتنظيم السوق ومتابعه الاسعار ومتابعه اي تجاوزات للاسعار. التجربه الاخيره في شهر رمضان اثبتت ان الشراكه بين جمعيه حمايه المستهلك ووزاره الاقتصاد كان فيها التنسيق عالي الدرجه. عملنا مع بعض في الرقابه على السوق، ولكن انا اللي بقوله انه يعني بنحتاج لمنظومه تطبيق منظومه القوانين اللي بتتخصص في حمايه المستهلك بشكل اكثر حزما. عندنا قانون حمايه المستهلك رقم 21 لعام 2005 اللي هو بنص على مواد للعقوبات بمنع التغول في الاسعار بيعمل بمنع موضوع الاحتكار الجماعي بمعنى مز... تجار الدواجن بقرروا انهم يحددوا سعر جماعي، تجار اللحوم بقرروا يحددوا سعر جماعي بتيجي بتتدخل وزاره الاختصاص تحط سعر عادل للمستهلك بتم الالتزام ليومين ثلاثه وبعدين بتم الاخلال في هذا السعر عدد كبير من التجار تم تحويلهم لنيابه الجرائم الاقتصاديه ولكن للاسف الشديد حتى بعد المخالفه وبعد التحويل لنيابه الجرائم الاقتصاديه وحتى بعد توقيف تجار اصحاب مخابز عند النيابه لمده يومين في شهر رمضان عادوا ولم يتم الالتزام بالسعر العادل احنا ركزنا مع الوزاره في موضوع ضبط الاغذيه الفاسده ضبط تهريب بعض المنتجات وتزوير تواريخها من السوق الاسرائيلي او احيانا من اسواق المستوطنات غير القانونية أه تم التنسيق بشكل فاعل ولكن أنا بقول لك درجة ضبط هذا السوق أه لازالت ضعيفة كثير السبب الرئيسي أنه الرقابة أه بتكون مشددة مثلا في شهر رمضان في المواسم المعينة ولكن بقية أيام السنة بكون في انشغال عن الرقابة بنفس الوقت القضاء لا يساعد بمعنى المادة 27 من قانون حماية المستهلك بتنص على عقوبات تصل للسجن عشر سنوات ومخالفات ل 10000 دينار فلما التاجر بدخل السجن بدخل امام نيابه الجرائم الاقتصاديه وامام القضاء يحاكم على قانون العقوبة سنه 1960 بعد يومين بروح وبدفع 50 دينار فانا بعتقد هذه مش عقوبه رادعه يعني اللي تردع التجار والمهربين الاغذيه الفاسده مشاهدينا ونلتقي بالدكتور تيسير عمرو وكيل وزاره الاقتصاد الوطني. نرحب فيك دكتور في حلقتنا. دكتور في البدايه بدنا نتعرف من خلالك، يعني تعرفنا من الضيوف اللي سبقوك في الحلقه على دور هذه الوزاره، كيف كانت ثلاث وزارات واصبحت وزاره واحده الاقتصاد الوطني. بدنا الان ندخل في تفاصيل عملكم والمطلوب منكم. مثلا اذا تحدثنا عن التجار، تحدثنا عن الصناعيين، هؤلاء يعني يريدون المزيد والكثير من وزاره الاقتصاد الوطني. يريدون يعني فتح الاسواق الخارجيه، يريدون تمكين المنتج الفلسطيني. يعني اين انتم من التجار والعلاقه معهم؟ يعني في الحقيقه اول شيء انا بشكرك على هذا اللقاء وبعتبر انه هذا اللقاء يسهم في التواصل مع كل الاطراف ذات العلاقه واولها القطاع الخاص وجماهير شعبنا في كل مكان. وزاره الاقتصاد الوطني لها دور مهم في حياه الشعب الفلسطيني على اعتبار انها تقع على تماس مباشر مع مصالح الناس اليومية ومع التزامنا بإعطاء محتوى اقتصادي ناجح للمرحلة الانتقالية التي طالت بالمناسبة بدون وجه حق محتوى اقتصادي ناجح يقنع الغريب قبل القريب بأن شعب فلسطين شعب متميز وجدير بالاستقلال عملنا الاقتصادي يرتكز على إيماننا بأن القطاع الخاص هو العربة التي يتعين عليها قيادة قطار التنمية الفلسطيني ينحصر دور وزارة الاقتصاد الوطني في مهام يعني بالمعنى العام هي خلق البيئه المواتيه لتطور قطاع الاعمال ولازدهار قطاع الاعمال انتاجا وتصديرا وتنظيما للسوق الداخلي والتصدير يعني جواز دخول منتجاتنا بالكميات الكبيره الى الاسواق العالميه ولكن هناك محددات معروفه نحن لسنا مستشرقين على الساحه الفلسطينيه نحن نعرف يعني بان المتاح امامنا هو ان نكسب معركتنا بالنقاط وان نراكم الانجازات والا نقف مكتوفي الايدي امام يعني معيقات اسرائيليه معينه ومن هذا المنطلق تسعى وزاره الاقتصاد الوطني الى الحف... بالحقيقه خلق رئه دائمة وذات طبيعة دائمة لتنفس الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصادات الإقليمية والاقتصادات الدولية من جهة حي... لجهة دعم المنتج الوطني ودعم إمكانية تصديره طيب دكتور يعني في هذا المجال ما هي النشاطات اللي كنتم فيها من أجل تسويق المنتج الفلسطيني تسويق المنتج الفلسطيني يعني دعم المنتج ماذا فعلتم؟ يعني اول شيء نحن كما تعلم عندنا برامج لتحديث الصناعه عندنا برامج ل مثلا انشانا مركز الابتكار في جامعه النجاح لدعم قطاع المفروشات مركز الابتكار لدعم الجلود والاحذيه في جامعه بوليتكنيك فلسطين هناك منظومه التشريعات منظومة التشريعات على وهي مهمة أيضا هناك نظام اللامركزية الذي اتبعناه من أجل تق يعني لأنه التقدم على محور يخدم المحور الآخر نظام اللامركزية هناك الاستراتيجية الوطنية للتصدير السياسة الوطنية للجودة التي وثيقة السياسة الوطنية للجودة التي أقرها يعني عملتها وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع مع الشركاء الطبيعيين قطاع خاص ومؤسسات واقرها مجلس الوزراء دكتور تيسير اذا ننتقل الى القوانين تطبيق القوانين لحمايه السوق لحمايه السوق من المهربين لحمايه السوق من من الاستيراد يعني الغير جيد المواصفات الغير جيده يعني ما هي القوانين اللي بتستخدموها من اجل الحد من التهريب الحد من استيراد مواد لا تليق بالسوق الفلسطيني يعني اول شيء في عندنا قانون حمايه المستهلك، وفي عندنا قانون مكافحه المستوطنات، وفي عندنا سلسله من الانظمه والقوانين ذات العلاقه اللي كلها تصب حتى اذا نظرنا في القانون الاساسي ايضا يحتم علينا حمايه المواطن الفلسطيني امام كافه اشكال التهريب الى اخره. فنحن نطبق يعني هذا الموضوع بصرامة ولكن نحن يعني نقول بأننا نطمع بالمزيد نعم. بمزيد من الإمكانيات ولكن هذا أيضا يتم بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وجمعيات حماية المستهلك بالمناسبة والقطاع الخاص طيب عطوفة الوكيل يعني بدنا نيجي إلى مرحلة الدولة الفلسطينية الآن أعلننا عن بناء وإقامة دولة فلسطين هذا يتطلب الوزارات ان تكون على قدر المسؤوليه ان تكون تقدم الخدمات يعني التي يحتاجها المواطن وحمايه السوق الفلسطيني وحمايه الوطن وايضا ان نظهر امام العالم فعلا بمؤسسات دوله في دوله المؤسسات كيف سيكون وضع وزاره الاقتصاد الوطني في المرحله القادمه وزاره الاقتصاد الوطني جزء من المنظومه الرسميه الفلسطينيه التي تعمل على تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني الكبير باقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. دوله وزاره الاقتصاد الوطني هي يعني عرابه التي تقود الجهد لاعطاء الف الشعب الفلسطيني او المشروع الوطني الفلسطيني محتوى اقتصادي ناجح كما اسلفت وبهذا المناسبه بشهاده كثير من المؤسسات الدوليه ان وزاره الاقتصاد الوطني مؤهله تماما لتحمل مسؤولياتها ولتحمل عبء كل الاوصاف الوظيفيه المرتبطه باي وزاره اقتصاد وتجاره في العالم حالة يعني حالة تجسد الاستقلال الفلسطيني على أرض الواقع وزارة الاقتصاد الوطني هي تخدم المشروع الوطني الفلسطيني بشكل مباشر من خلال يعني احنا عندما يعني نعمل على دخولنا منظمة التجارة العالمية WTO ومنظمة الترقيم الدولية GS1 عندما نحاول يعني لنا طلب جاهز في اتفاقيه اغادير نحاول تحويل اتفاقيه التجاره الشراكه الانتقاليه مع الاتحاد الاوروبي الى شراكه دائمه نحن نجسد عندما عندما نسوق منتجاتنا صنع في فلسطين هذا كله يعطي يعطي المشروع الوطني الفلسطيني بعدا جميلا اضافيا يقنع الجميع باننا شعب يعني باتجاه واحد نحو الاستقلال ونحو تحقيق مشروعنا الوطني دكتور تيسير عمرو وكيل وزاره الاقتصاد بنشكرك على هذا اللقاء بنامل للوزاره فعلا في المرحله القادمه ان تقدم المزيد للمواطن الفلسطيني لمجتمعنا للتاجر الفلسطيني للمستهلك الفلسطيني للمنتج الفلسطيني لانه فعلا يجب ان نقوي هذه الجهات جميعها من اجل ان ندخل في مرحله الدوله باقتصاد وطني اقتصاد يقف على رجليه شكرا دكتور مشاهدينا الكرام نشكر عطوفه الوكيل على هذا اللقاء، نامل للوزاره المزيد من النجاح من اجل يعني تمكين شعبنا من العيش بكرامه وتمكين المنتج الفلسطيني من التصدير الى كافه انحاء العالم ليكون المنتج الفلسطيني في كافه الاسواق، شكرا لكم والى اللقاء.